عاملين ايه؟ قناة فن ومهارة بتمس عليكم، يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا بقينا فترة ما اتكلمناش عن حاجة، جايين النهاردة نتكلم عن حاجة جميلة جدا او حاجة معروفة في الشغل عامة يعني، بس ممكن يكون في حاجة بديلة ليها وحاجة جميلة عنها. طبعا احنا لما بنكون في شغل الزبون بيطلب مننا نشطف له العمود 45 او نشطف زاوية حمام 45 او نجيب الزيو البلاستيك اللي احنا متعودين عليها ونركبها. احنا النهارده عندنا حاجه جميله جدا بديل الزيو البلاستيك. الحاجه اللي عندنا هي مش هي زاويه بس مش بلاستيك، لا هي المونيا زي الزيو البلاستيك بالظبط، بس المونيا مش بلاستيك، لان انت البلاستيك مع الوقت بتقشر، مع الوقت لونها بيتغير مع الغسيل، فمش بس كده كمان ضعيفه، ممكن لو اتخبطت خبطه جامده هتتكسر لانها بلاستيك مش المونيا ومش صلبة مش هتتحمل معاك. النهارده احنا جايبين لكم زاوية ألمونيا، طبعا الطول بتاعها مش زي كده، لا الطول بتاعها 2.80 متر، يعني تجيب معاك الجنب من أوله لآخره. زاوية نظيفة جدا ومحملة، وفي منها ألوان كتير وفي منها أنواع كتير، في منها مصري وفي منها صيني وفي منها أسباني، في منها حاجات نظيفة جدا بس غالية شوية، لكن اللي معانا دي مش غالية. زاوية نظيفة وتركب معاك على أي لون أنت عايزه، لان في منها الوان كتير، مش بس كده انت كمان ممكن تلونها باللون اللي انت عايزه. وهنوريكم دلوقتي احنا مركبينها على الحيطه، هنوريكم شكلها وهي راكبه على الحيطه، وهنتكلم عن حاجات تاني الزاويه دي ممكن تركب فيها. تعالوا نوريكم ازاي احنا مركبينها على الحيطه. طبعا زي ما احنا قلنا احنا مركبينها على الحيطه قدامكم اهي، زاويه نظيفه جدا جميله جدا، زي ما انتم شايفينها عامله ازاي، راكبه مظبوطه جدا على الحيطه. والميزه اللي فيها كمان انها ممكن تركب على اي مقاس بلاطه واي تخانه بلاطه، لان احنا عندنا بلاط بيبقى 8 مللي وعندنا بلاط بيبقى 11 مللي وعندنا بلاط بيبقى 10 مللي، لان الزاويه دي المونيا فانت ممكن تتحكم فيها، تفتح الزاويه زي كده اهو وتقفلها. مش بس كده احنا مركبينها على البلاطه دي التخانه بتاعتها 8 مللي، هوريكم دلوقتي بلاطه تاني التخانه بتاعتها اصغر من دي 6 مللي وراكبه عليها وقافل عليها بالظبط، وفي بلاطه عندنا جوه التخانه بتاعتها 11 مللي راكبه عليها. الزاويه نظيفه جدا، بتركب معاك على اي تخانه زي ما قلنا، تركب معاك على اي سيراميك ان كان لميع او ان كان مط، لان الزاويه جميله جدا زي ما قلنا، فيها الوان كتيره، منها في منها الفضي والذهبي والاوكسيد، وزي ما قلنا هوريكم دلوقتي هي راكبه ازاي على انواع بلاط تاني جوه. هنا طبعا البلاطه دي التخانه بتاعتها خفيفه شويه 7 مللي او 6 مللي، بلاطه يعني مش تخينه قوي. طبعا بتقابلنا التخانه بتاعتها مش 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 كبيره قوي، لان البلاطه فيها سكه مشطوفه اهي زي ما احنا شايفينها هنا كده، فالتخانه بتاعتها رقيقه شويه، وهي راكبه عليها زاويه مظبوطه. طبعا احنا بنقفلها على البلاطه جميله جدا ما فيهاش اي مشاكل، وزاويه نظيفه جدا زي ما قلنا. اوريكم دلوقتي راكبه على بلاطه جوه كمان التخانه بتاعتها 11 مللي، قلنا لكم الزاويه راكبه هنا واقعه على بلاطه التخانه بتاعتها 11 مللي، اكتر من سنت شويه، بلاطه جميله جدا وزاويه جميله جدا زي ما اوريها لكم كده اهو، ونظيفه جدا، بتركب زي ما قلنا على اي مقاس بلاطه اي تخانه بلاطه، لان الزاويه انت بتتحكم فيها زي ما قلنا، تقدر تفتح الزاويه زي ما قلنا وتقفل الزاويه، لانها مش بلاستيك مش طريه هتروح وتيجي معاك، لا دي المونيا شديده تتحمل معاك. ومش بس كده، تعال نطلع بره نتكلم عن زي ما قلنا الزاويه دي بتركب معاك على اي تخانات بلاطه، لان انت بتفتح وتقفل زي ما قلنا. مش بس كده، انت ممكن تستخدمها لو انت بتعمل واجهه بيت او واجهه اي واجهه عندك، الناس اللي بتحب شغل الوجايه، انت ممكن تعمل منها ديكور على الوجايه، تعمله برواز لشباك او برواز لباب، زاويه نظيفه الوانها جميله جدا ما بتروحش مع الوقت، بتعيش معاك وبتتحمل ولونها ما بيغيرش زي ما قلنا، في منها الوان كتير ممكن تستخدمها في حاجات كتير جدا، وزاويه نظيفه احسن من بلاستيك وتعيش معاك. يا رب تكونوا استفدتوا من معلوماتنا البسيطه اللي احنا بنقدمها، وما تنسوش تشتركوا في قناه فن ومهاره، تعملوا اعجاب للفيديو، واشوفكم على خير. سلام.